بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أطلق الستار وبدأت الأمال وانطلاق شوط جديد، شوط ما قبل الختام، ختام أشواط سن لقايا القعدان، وما زال هنالك شوط متبقي عن انطلاقة سن لقايا الإبكار. إذن شوط ما قبل الختام انطلق بحفظ الله ورعايته إلى أول المراكز إلى المقدمة. نرى هنالك التواجد من قبل أول المراكز حامل الرقم 51، نتواصل مع المركز الثاني حتى تتضح أمور أول المراكز. هنالك المركز الثاني من غير إلى الصدارة الفارس لمتعب بن تركي بن راشد الفهدان المري، ثانيا يتواجد هذا المجهول المركز الثالث. هنالك التواجد من قبل ثالث المراكز الباز لسعيد بن صالح بن حمد الحول المري، وهنالك المركز الرابع من وصل بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة. هنالك الوصول من قبل رابع المراكز الباز من انطلق إلى المركز الثالث الباز المملك لسعيد بن فهد بن صقر بن راشد المريخي. رابعا أتابع هنالك الوصول من قبل شاهين فهد بن سالم بن مسعود المري، وخامس المراكز يتواجد بهذه اللحظات العبار لمحمد بن علي بن جذنة المري. هذه الخمسة المراكز المتقدمة، هذه خمسة الأسماء المتواجدة على الصدارة، كما نترقب الأسماء القادمة لا محالة خلف الخمسة المراكز المتقدمة. نعود بحضراتكم إلى أول المراكز كي نرى هنالك المتواجد الفارس متعب بن تركي بن راشد الفهدان المري، ثاني المراكز يتواجد بهذه اللحظات على المركز الثاني الباز لسعيد بن صالح بن الحول المري، يقدم لنا الباز وماركة وسلالة الباز المعروفة لدى جميع عشاق هذه الرياض. المركز الثالث هنالك شعار بن مسعود من يصل على ثالث المراكز برفقة شاهين، أيضا من السلالات المعروفة والسلالات النادرة برياضة الهجن، شاهين مملوك لفهد بن سالم بن مسعود المري. رابع المراكز أشاهد هنالك الباز المملوك سعيد بن فهد المريخي، خامس المراكز شعار بن جذنة يصل برفقة العبار محمد بن علي بن جذنة المري، من يصل شعاره على المرتبة الخامسة بهذه اللحظات. أتممنا النداء للأربعة أو الخمسة المراكز المتقدمة ونعود بحضراتكم إلى الصدارة. نعود إلى أول المراكز ونتحول برفقة الفارس من يتواصل على الصدارة، ولكن أشاهد من الجانب الأيمن الانطلاق المميز من قبل الباز سعيد بن صالح بن حول المري من انطلق إلى الصدارة مع انتصاف المسافة. طوينا وإياكم سجلات بيضاء، فتحنا سجلات جديدة للمنافسة والصراع والقوة وللإبداع. هنالك الباز من يتواصل مع الصدارة، وتغيرت أيضا أمور أول المراكز، من غير الأمور بهذه اللحظات الفائز محمد الحسن الشكري يغير إلى الصدارة، ولكن من الجانب الأيمن يتواجد إلى أول المراكز ينتقل الباز سعيد بن صالح بن حول البري بشعار إلى الصدارة. ثانيا يتواجد الفائز محمد الحسن الشكري، ثالث المراكز هنالك التواجد من قبل الشاهين المملوك لفهد بن سالم بن مسعود المري، وهنالك أيضا جزيل، وصل جزيل بإنجازاته أيضا وبالتمثيل هذا الشعار مع المركز الرابع جزيل مملوك محمد بن ذروة المري، من يتواصل مع المركز الرابع صاحب إنجازات وصاحب سيارة أيضا برصيد. المركز الخامس نتواصل مع خامس المراكز، هنالك التواجد من قبل المتحد سالم بن علي بن سليد الدعية المري مع المركز الخامس، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى أول المراكز. هنالك الفايز محمد الحسن الشكري يقدم لنا الفايز، وأرى جزيل من انطلق بأداءاته الجزيلة من انطلق إلى الصدارة إنجازات المثيلة، يتواصل هذا الشعار وهذا الاسم اسم ومسمى جزيل المملكة محمد بن جار الله بن ذروة المري، وكما أسلفت في رصيد السيارة يفتتح الكيلو متر الأخير يا بن ذروة. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، تغيرت الأمور برفقة الشقب حمد بن جرحب المري، مبارك بن عامر الكاسبي بعملية التضمير. ثاني المراكز جزيل محمد بن جار الله بن ذروة المري، يا سلام الشقب 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 والسلالة الشقب المعروفة
تتواصل مع الصدارة، تتواصل مع المقدمة، مع انطلاقة شعار حمد بن جرحب المري ومبارك بن عامر الكاسبي يسجل النقطة الثانية في هذه الفترة الصباحية، مع انطلاقة الشقب، مع تواصل الشقب، مع الصدارة والمقدمة، ثاني المراكز هنالك جزيل محمد بن جار الله بن ذروة المري، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى أول المراكز، أعود إلى الأقرب للناموس مع الأربعمية متر يتواصل ويباعد المسافة عن بقية اللجن المشاركة والمتواجدة. سلام الشقب، سلام سلام بن جرحب، سلام سلام الكاسبي، سلام نهني مالك هذا الشعار ومضمر هذا الشعار، من قدم لنا هذا الاسم المتواجد للنقطة الثانية في هذه الفترة الصباحية، كما سجل أيضا ناموس بشوط من الأشواط التي مضت يكرر الإنجاز ويكرر الناموس بانطلاقة الشقب ولحظة وصوله وقدومه إلى خط النهائي معلن الفوز والناموس. ثاني تبركات حامد بن جرحب المري، ثاني المراكز الوصول من قبل المركز الثاني شعار بن جذنة، ثالث المراكز شعار بن ذروة، المركز الرابع كان الوصول من قبل شعار سالم بن علي بن سيد الدعية، وخامس المراكز شعار عبيد أو مقفي على خامس المراكز لمحمد بن محسن الجمعان. إذن هذه الخمسة المراكز المتقدمة، هني جميع الفائزين، حظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ، والتهنئة لمالك الشقب من حصل على أول المراكز حمد بن جرحب المري من يمتلك الشقب، وأيضا نهني المضمر مبارك بن عامر الكاسبي من يدير بعملية التضمير. ما زالت الانطلاقات متواصلة ولحظات انتظار شوط الختام لانطلاقته بإذن الله تعالى. اللجان المنظمة دائما وأبدا تسعى لكل ما هو جديد ولكل انطلاقات مميزة.